عمر كان لا ينتظر أهل الحاجة يأتون إليه، وإنما كان يبحث عن أهل الحاجة، هو اللي يبحث عنها، كان يخرج بنفسه ويعس ليلا يتحسس ويرهف سمعه للأنين وللبكاء وللشاكين والباكين، يرهف مسمعه، لأن الله علمهم في القرآن أن من الفقراء من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهو يبحث عنهم هؤلاء كي لا تلجئهم الحاجة إلى المسألة ويبحث عنهم. فمر ببيت سمع فيه ثغاء أطفال، صياح أطفال، فنادى وقال: يا أم الأطفال أسكتي أطفالك، ثم انصرف وهي لا تعرف من المنادي، وغاب عنهم برهة ثم عاد، فإذا به يسمع صوت الأطفال. قال: يا أم العيال بئس الأم أنت. فقالت له: وكيف عرفت أني بئس الأم؟ قال: قلت أسكتي صغارك فما أسكتيها. قالت: وتعلم لم ما أسكتهم؟ قال: لم لم تسكتيها؟ قالت: لأننا بيت ذو حاجة، أهل بيت ذو حاجة، وأمير المؤمنين عمر لا يدفع نفقات الأطفال حتى يفطموا، الراتب يعني، كان الولد أول ما يفطم في دولة عمر له راتب، لكن بعد ما يفطم. فقالت له: ونحن بحاجة إلى المال، فأفطمهم قبل وقت فطامهم حتى يدفع لنا المال. قال: ولم لم ترفعي حاجتك هذه إلى أمير المؤمنين؟ فقالت له: ولم لا يعلم هو عنها؟ قال: لأنه لا يعلم كل شيء. قالت: إذن ليتنحى أمرنا، ما لنا حاجة فيه، يوم ما عنده خبر عن حاجاتنا لا يتولى أمرنا. فما كان من عمر إلا أن هرول مسرعا إلى بيت المال، ودعا زوجه امرأته لتخرج معه، وخادمه ليخرج معه، وراحوا بيت مال المسلمين، وأخذ كيس طحين ووضعه على كتفه ثم مشى. كان غلام عمر يتوسل إلى عمر أن يحمل عنه الكيس وهو يقول: لا دعني. وكان عمر يحمل الكيس ويبكي ويقول لذاك: أحمل عنك يا أمير المؤمنين، ويقول: لا دعني، ويلح عليه، ثم زجره زجرا شديدا وقال: ويحك، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ ثم راح عمر بنفسه وأوقد النار ويعجن العجين ويخبز، ثم يعطي امرأته لتعطي الصغار وأم الصغار، يستقبل النار خوف النار في غده، يستقبل النار خوف النار في غده، وأعطاهم ما يكفيهم، ثم أمر بنفقة لهم من بيت مال المسلمين. قال غلامه: يا أمير المؤمنين، قد أعطيتهم ما يكفيهم فانصرف. قال: لا، حتى أسمع ضحكهم كما سمعت بكاءهم، لا، حتى أسمعهم وهم يضحكون كما سمعتهم وهم يبكون. ثم يقول: ويلك يا عمر، كم من نفس بريئة قد أزهقتها.